تشاء الأقدار إنك أنت في عز فرحتك وأنت في وسط احتفالاتك بتحقيق الثلاثية تلاقي نفسك بتبتدي مشوار جديد، وهو الحقيقة مش مشوار واحد، دول أكتر من مشوار. ابتديت مشوار الدوري العام والحمد لله النتيجة كانت مرضية لحد كبير بعد ما تخطيت عقبة المقاصة وغز المحلة وحققت السكور أو العلامة الكاملة. وبعد يومين من النهاردة بالظبط نبتدي مشوار النجمة العاشرة، وإن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. الحقيقه يمكن ده قدر النادي الاهلي طول عمره، وانت في عز احتفالاتك ببطوله بتبتدي مشوارك في بطوله جديده. صحيح ان يمكن مواجهه بطل النيجر مش مقلقه قوي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، خصوصا انه الحوافز والدوافع عند فرقتنا كبيره جدا، لكن برضو غياب مستر موسيماني وغياب عدد من اللاعبين الاساسيين الى حد ما بيحطنا شويه في حسابات ان شاء الله ما تكونش معقده. خلونا نتكلم على مشوار النادي الاهلي مع واحد من نجومه، كابتن احمد رضوان نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا ومبروك الثلاثيه. ده الشرف ليا ومبروك لكل الاهلاويه. بمناسبه كلامنا عن مشوار افريقيا اسمح لي بس زميلنا فاروق صلاح طبعا جاهز معانا من النيجر، نروح له سوا ومع مشاهدي ومتابعي السادسه نطمن على تمرين فريق النادي الاهلي النهارده. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية للكابتن أحمد رضوان واحد من نجوم النادي الأهلي، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. خليني أخذ من كلامك بالفعل زميلي العزيز أحمد، هو ده قدر النادي الأهلي وقدر كل من يعمل داخل منظومة النادي الأهلي، سواء لاعب سواء كجهاز فني أو كمسؤول في مجلس إدارة. الجميع طبعا بنقفل سريعا صفحات البطولات، لأن بكرة بتاعنا زي ما قال الكابتن الخطيب بكرة ده تحدي جديد وبطولة جديدة، و يعني ان شاء الله بدايه الطريق والمشوار للعشره يكون من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي. طيب خلينا نتعرف معاك على بدايه من لحظه وصول البعثه، يعني تكلمنا على اهم العناوين وطمنا كمان على تمرينة فريق النادي الاهلي. انا عارف انه تمرينه النهارده هي التمرينه الاساسيه لانه بكره ملعب المباراه هيكون مشغول بماتش تاني في الكونفدراليه. بالفعل زميل العزيز احمد، يعني انا بكلمك حاليا احنا موجودين في ملعب سيني الجنرال سيني كونيتشي، الملعب اللي هيستضيف احداث اللقاء الذهاب اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي بطل مصر وسونيديب بطل النيجر في مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا. في الوقت اللي انا بكلمك فيه النادي الاهلي بيؤدي مران والاثاثي وكان الاساسي، وكان من المفترض ان المران يكون غدا على هذا الملعب، ولكن لظروف اقامه مباراه في بطوله الكاس الكونفدراليه تقرر ان النادي الاهلي يؤدي مرانه اليوم هنا على هذا الملعب. طبعا يعني احنا عندنا شويه علامات استفهام على ارضيه الملعب، ويعني ارض الملعب كابتن سيد والجهاز الفني يعني واللاعبين يعني لقت حاله استياء من اللاعبين في ارض الملعب، لكن تعرف خبرات لعب النادي الاهلي وشخصيات لعبه النادي الاهلي انها تتعامل مع كل الظروف ومع كل الاجواء. عشان اقربك من الصوره اكتر زميلي احمد، يعني ومن لحظه وصول الفريق الى النيجر كان بالامس في تمام الساعه 8:30 مساء كان في استقبال البعثه لدى وصولها لمطار ديوري هماني بنيامي، معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه بدوله النيجر، وكان موجود معاه بعض مسؤولي السفاره المصريه وبعض افراد الجاليه المصريه والعربيه هنا في النيجر، كانوا في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي. ثم استقال يعني تم سريعا انهاء الاجراءات، ثم استقال لاعبي النادي الاهلي الحافله والتوجه الى مقر اقامه الفريق اللي بيبعد عن المطار ب 10 دقائق. سريعا تناول اللاعبون وجبه العشاء، ثم صعد كل لاعب لغرفته. كابتن سيد عبد الحفيظ زميل احمد انت عارف بيقوم بمجهود كبير جدا بعد ما كلف بمهام رئيس البعثة وعملية التنسيق المستمرة والجلسات المستمرة سواء مع مسؤولي السفارة المصرية مع اللاعبين لتذليل وتيسير كل الأمور. خليني أقول لك أيضا أن في خطوط اتصال مفتوحة في أكثر من اتجاه، خطوط اتصال من خلال مستر بيتسو موسيماني مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مع الكابتن سامي قمصان مع مستر كيفن جونسون، يعني برضو عشان نقرب الصورة أكثر خطوط اتصال مستمرة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لمتابعة كيف كافة الأمور وكيف تسير الأمور هنا في النيجر بنيامي. يعني نقدر نقول ده كان اليوم بالأمس. اليوم يعني بدأ اليوم مع تناول لاعبي النادي الأهلي لوجبة الإفطار اللي كانت في تمام الساعة 9 صباحا، ثم كانت المسحة الطبية من قبل الاتحاد الإفريقي، وكان موجود المراقب الطبي سعيد الحسيني المسؤول أو المراقب الطبي من قبل الاتحاد الإفريقي لإجراء المسحة الطبية
الصحفيه الخاصه باللقاء للاعبي النادي الاهلي وافراد الجهاز الفني. يعني اثناء المسحه الطبيه كان مشهد لقى استحسان الجميع طبعا، هي زياره محمد تشيجا رئيس مجلس اداره نادي سونديب للنادي الاهلي والبعثة النادي الاهلي والتقائه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكان حريص ان هو يطمن على كافه الامور الخاصه ببعثه النادي الاهلي، ويعني اشاد بالنادي الاهلي وكان لنا لقاء معاه واتكلم على ان القرعه لم تكن رحيمه ان هو يواجه فريق النادي الاهلي، وان هو في يعني في غايه السعاده واللاعبين ان هم بيواجهوا النادي الاهلي زي ما قال بطل القاره الافريقيه وملك القاره الافريقيه، ولكن تبقى المباراه يعني ما بين الفريقين كلها طموح وامال مشروعه. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ تكلم على ان اللقاء بينتهي في 90 دقيقه لكن العلاقات هي اللي بتمتد لما بعد المباراه، وكان يدي الرساله اللي يعني كان حريص عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يوصلها لرئيس نادي سونديب، وقال له ان شاء الله المعامله هتكون بالمثل وافضل كمان في القاهره في لقاء الاياب ومع حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. يعني عقب المسحة الطبية كانت وجبة الغداء في تمام الساعة الواحدة والنصف، يعني عقب وجبة الغداء خليني بقى نقرب من الناحية الفنية شوية، كان في اجتماع مع المستر بيتسو موسيماني مع أفراد الجهاز الفني مع اللاعبين عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس. اجتماع استمر لأكثر من 35 دقيقة أو 40 دقيقة، كان طبعا بيتكلم فيه على بعض الأمور الفنية وبعض الأمور الخاصة بالفريق ومتابعة كافة الأمور. عقب الاجتماع توجه اللاعبين لاستاد سيني كونيتشي اللي هيستضيف أحداث اللقاء في أول مران لفريق النادي الأهلي على هذا الملعب. عايز أطمنك بقى زميل أحمد على حالة اللاعبين، يعني أعتقد ده السؤال الأهم اللي بيشغل بال الجميع. أطمنك يعني نقدر نقول حالة التركيز اللي عند لعيبة النادي الأهلي دي مهم جدا، انك بتفصل تماما ما بين يعني انت عارف الفصل الزمني ما بين البطوله التاسعه وانطلاق الدوري وانطلاق دوري ابطال افريقيا، فصل زمني كان قصير جدا، ولكن لعيبه النادي الاهلي بتملك الكثير من الخبرات والشخصيات انها تقدر تعمل عمليه الفصل. اللعبة كلها مركزه، اللعبة يعني انت تشوف لعيبه النادي الاهلي عندها حاله يعني تركيز ان احنا بندور على بطوله جديده. يعني كان ليا لقاء مع بدر بنون قال قبل ما اجي النادي الاهلي انا عارف ان النادي الاهلي انا لو لعبت 10 بطولات انا مطالب مني ال10 بطولات، ودي كانت نقطه من النقاط المهمه جدا اللي يعني تسهل على بدر بنون عمليه التاقلم والانسجام مع النادي الاهلي. لعبت النادي الاهلي بدا التدريب بمحاضره في منتصف الملعب لمستر كيفن جونسون مع اللاعبين والافراد الجهاز الفني، التدريب هيمشي ازاي، بدا مستر ميكيل يانكون فقره تدريب حراسه المرمى، بعض الجمل والمربعات والجمل الفنية اللي عايز يطبقها مستر كيفن جونسون في هذا اللقاء كانت مع اللاعبين. في الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا في تقسيمه ما بين فريقين، اطمنك ان كل اللاعبين بحالة جيدة. طبعا انت عارف ان النادي الاهلي هيبقى عنده نقص شوية في مركز 10 لغياب محمد مجدي قفشة وايضا غياب ناصر ماهر. هل هكون من الافكار ان ممكن مستر كيفن جونسون بناء على تعليمات مستر بيتسو موسيماني يلعب بثلاثه في نص الملعب او يلعب باثنين رؤوس حربه؟ هتبقى دي طبقا يعني للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. لكن زميل احمد كل الامور على ما يرام. درجه الحراره برضو عشان نتكلم على درجه الحراره حاليا 35 درجه، من المتوقع والمنتظر ان درجه الحراره اثناء يوم المباراه هتبقى ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. طيب. طبعا مع ارتفاع درجات الحراره نسبة الرطوبة كان ليها كلام مع طبيب التغذية الدكتور عبد الرحمن السعيد، قال لي طبعا هيبقى فيه بعض نوعية طعام معينة، نوعية سوائل، نظرا لان في درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية الجسم بيفقد الكثير من السوائل والأملاح، هيتم تعويض ده ببعض طبعا الأمور وبعض المشروبات اللي تعوض اللاعبين عن هذه النسبة. طيب ان شاء الله كل الأمور تكون خير وتكون بداية خير زميل احمد ان شاء الله. خليني اسالك على سوني ديب، هل بيعتبر من الأندية الشعبية في النيجر ولا لا؟ هل ليه جماهيرية وليه جمهور بيساند ولا لا؟ ترتيبه في المسابقه المحليه هناك اذا كانت بدات بالفعل ولا لا؟ ويهمني كمان، يعني هسيب لك المايك تتكلم، يهمني كمان اعرف اخبار فيروس كورونا في نيجر ايه والاجراءات الاحترازيه والوقائيه. سريعا فاروق اتفضل. يعني زميل احمد بالنسبه لفيروس كورونا وكوفيد 19 تقدر تقول النسبه هنا في النيجر اقل بكتير جدا من مصر، ولكن احنا يعني متخذين كافه الاجراءات الاحترازيه، والنادي الاهلي مصطحب يعني احد العمال المسؤولين عن عمليه التعقيم نور اللي بيتولى هذا الامر. النادي الاهلي حريص على هذا الامر في اي مكان وفي اي معسكر، لكن في تشديد طبعا على الاجراءات الاحترازيه. لكن نسبه الكورونا يعني عايز اقول لك ان لا اطمنك ان هي نسبه اقل بكتير جدا من يعني ما كنا منتظرين
منتظرين او متوقعين. فريق سونيديب، بالنسبه لفريق سونيديب خليني اقول لك ان هو فريق حديث العهد في دوله النيجر، لكن اصبح ليه شعبيه وليه جماهيريه. هو طبعا نادي تاسس عام 2014 وتابع لاحد شركات استخراج الخامات البتروليه. كان ليا اللقاء مع رئيس النادي واتكلمت على ان الفريق في وقت قصير جدا فاز بالدوري في النيجر وفاز بالكاس في النيجر، يعني فاز كان بطل الدوري مرتين وبطل الكاس النيجر ولعب في الكونفدراليه ولعب في دوري ابطال افريقيا. وقال لي جمله، قال لي يعني اتوقع ان لو كانت المباراه بجمهور كان من المنتظر ان امتلاء الاستاد بالجماهير اللي جايه تتفرج على النادي الاهلي. لكن طبعا فريق السونيديب واحد من الفرق اللي اصبح ليه شعبيه وليه جماهيريه. وبرضه ان انا اقول لك ان هو خلال مباراتين دور ال 64 كان فاز على بطل مقدشيو في هنا في استاد سيني كونيتشي بهدفين، ثم فاز في الملعب الصومال بهدفين. لكن فريق مش يعني يقدر فريق ايضا من الفرق القويه في النيجر. وهم يعني بيتكلم على السياسه اللي عندهم، سياسه استقدام المواهب واستخراج المواهب. فريق من الفرق اللي يعني يقدر دول منظومه منظمه جدا، احد طبعا تابع لاحد الشركات. مش عايزين احنا ان يكون عندنا سن التساهل من اللقاء. لعبت النادي الاهلي مركزه جدا في هذا اللقاء. رئيس النادي طبعا وزيارته لبعثة فريق النادي الاهلي وجه رسائل كتير جدا، وان لعبته ان شاء الله منتظره هذا اللقاء وان هي تواجه فريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي زميلي احمد، وان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله للبطوله العاشره بمشيئه الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من نايجر ومن داخل الملعب اللي بيشهد مران النادي الاهلي. طمنا على اخبار فرقتنا وطمنا الحمد لله على جاهزيه لاعبتنا. مباراه فيها تريكات وفيها يمكن حسب ما كان فاروق بيتكلم كده يمكن ملعب المباراه كمان الى حد ما يعتبر من الاجيال المتاخره شويه في ملاعب كره القدم، ولكن على كل الاحوال الاهلي متعود على ده خصوصا لما بيروح لافريقيا. مره ثانيه برجع لحضراتكم وبرجع مع نجمنا وضيفنا النهارده كابتن احمد رضوان نجم النادي الاهلي السابق وضيفنا في السادسه. مساء الخير وبعتذر طولنا بس كان مهم جدا نروح لفاروق. لازم نطمن على الفرقه. نطمن على الفرقه طبعا، جمهور الاهلي بيبقى دايما عايز يعرف اخبار الفرقه بتاعته ايه. لا الدنيا تمام، بس هي المشكله طبعا شكلها واضح كده، الملعب بشكله سيء جدا بدائي شويه. فربنا يسهل ان شاء الله تبقى الماتش تبقى ملعب من الطبيعه دي او بالشكل ده ممكن يخلينا نغير طريقه اللعب. من وجهه نظري هدخل معاك الكوره على طول كده يعني موضوع الطريقه ده الملعب ما يغيرلكش طريقه لعب. ياثر عليك ياثر على شغلك لو انت بتبدا من تحت شويه، ممكن ياثر على الباص بتاعك على الاستلام. مستر موسيماني من ساعه ما جه واحنا حاسين ان الكره دايما من رجل لرجل، الاعتماد على الكور الطويله قليل في اضيق الحدود، فبيتهيألي ممكن ده يعني يتعبنا شويه اذا كنا بنلعب دايما على الارض وبنسلم رجل لرجل في لعب زي ده بتبقى مشكله شويه. طبعا لما الملعب بالسوء اللي احنا شفناه دوت ممكن ياثر على الفرقه اللي ما بتلعبش طويل، اللي بتلعب زي ما حضرتك قلت من رجل لرجل كده. ولكن برضو التمرين مرتين او ثلاثه على الملعب ممكن يعني يحسس اللعيبه شويه بالملعب بأماكنهم بالأماكن السيئة في الملعب. برضو إن شاء الله يعني يبقى ماتش بعد بكرة إن شاء الله يبقى كويس. إن شاء الله إن شاء الله تبقى يا رب تبقى الأرضية أفضل يعني من اللي إحنا شايفينها يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. شيء مجهد الحقيقة، وأنا هرجع للبدايات يعني بداية كلامي مع في وجود حضرتك معنا. شيء يعني احنا ما بنلعبش ومجهدين الحقيقه، من فكره انك انت تبقى طول الوقت بتطارد البطولات ومطالب منك انك انت تكون رقم واحد في كل مسابقه بتدخلها. يعني كره القدم للمتعه ولاعيب الكره بيحب ان هو يلعب عشان يتمتع، لكن فكره انه لما تكون لابس تيشرت نادي الاهلي تبقى مطالب انك انت كل ماتش بتلعبه مطالب انك انت تكسب، وكل بطوله بتلعبها مطالب انك انت تاخدها. اعتقد انت جربت ده موسم ونص كابتن احمد مع الاهلي. هو قدر سبحان الله، يعني قدر الاهلي والاهلاويه واللعيبه بتاعه الاهلي والاجهزه وحتى الجمهور دلوقتي بقينا خلاص يعني بتخلص من بطوله العشرة من قبل ما نخلص اصلا، ما قبل ما نفرح لسه ما فرحناش، فالعشرة جايه. ف ده بيدل ان النادي ماشي في طريق كويس، ان كل الناس بقت عندها طموح عالي، الطموح زاد، لان البطولات ما شاء الله يعني انت بتخش البطوله بتاخدها اللي وراها بتاخدها، ما فيش حاجه الحمد لله بتعدي الا يعني قليل جدا. فده بيزود طموح حتى عند خلاص بقى عند حتى الجمهور. يعني طبعا بيدي ضغوط كبيره جدا على الاجهزه الفنيه، بيدي ضغوط جدا على اللعيبه، الموضوع بيبقى فيه لود. بس خلاص لما تبقى يعني متاسس ومتربي في النادي بيبقى بتبقى الى حد ما يعني طبعا متعود وفاهم لكن لما بتبقى جاي من بره
بتاخد منك وقت عشان طبعا تستوعب وازاي بتقدر تتأقلم وازاي بتقدر تتعامل. انت جيت من القناة؟ جينا جيت من القناة 2003 2004 كان ده فرقة مع مانويل جوزيه. مانويل جوزيه يعني انا وكابتن تريكا وكابتن حسن مصطفى وكان بينيو. جينا في فترة الانتقالات بتاعة 2004 كان الفريق يعني ماشي ما كانش ماشي كويس. كان في تدعيمات الحمد لله الدور الثاني. حسن كان جاي من الاتحاد تقريبا وتريكا ترسانه وانا قناه وكان في برازيلي بينيو ده كان برازيلي برده كان لعيب كويس شويه. الحمد لله في الدور دوت يمكن كسبنا 11 ماتش تعادلنا مع المصري في بورسعيد وخسرنا ماتش واحد اللي هو الزمالك بتاع 2-1. الموضوع كان مختلف في الدور الاولاني كان في اخفاقات كتير شويه طبعا بقى زادت طبعا 2005 طبعا تدعيمات بقى تريكا بقى بركات وعماد واسلام والمجموعه اللي جت بعد كده ابو هاب الله يرحمه. فطبعا كانت بقى البدايه بتاعت الجيل الذهبي طبعا الانتفاضه طبعا اربعه نهائي افريقيا بتهيألي في اربع سنين ورا بعض خدنا منهم ثلاثه وصلنا خدنا ثلاثه كانت حاجه جميله. وانا كنت الحمد لله يعني بتشرف ان انا كنت في اول 2005 كنت موجود يعني كنتش مقيد لكن كنت طبعا الحمد لله كنت موجود في الفرقه. ف الواحد طبعا اللي قلت حضرتك ان القصه اللي بيجي برده من نوادي صغيره بتبقى الدنيا بالنسبه له صعبه شويه خصوصا لو مش جماهيريه يعني لان طبعا الدنيا هنا بتبقى مختلفه كتير يعني فالموضوع بيبقى محتاج وقت شويه والناس انت عارف ما بتصبرش. فاحنا بنقول للناس اي لعيب كويس بيجي لك من حته خصوصا مش جماهيريه حاول يعني تلتمس له العذر شويه لان بيبقى محتاج وقت شويه. ضغطت عليك الجماهير جامد؟ والله هي كمان مش قصه الجماهير اكتر انت عارف بتبقى احنا عندنا في مصر انطباع شويه بتاخد في الاول. فانت لما انا كنت جاي وكنت قاعد بقالي حوالي 24 يوم في السعوديه فحكيت انا القصه دي قبل كده كذا مره. فطبعا يعني الفتره اللي انت بتاخدها دي المفروض المفروض تاخد فتره اعداد كويسه. الراجل كان مصمم ان انا العب واشتغل وكان اتفرج عليا قبل كده في قناه كتير فكان بيتكلم كويس معايا وبيقول لي مالكش دعوه انا عارف مستواك ماشي ما هم بس مش ده مستواي يعني وفي جمهور احنا مش بنلعب في نادي مش جماهيري مثلا عشان ما لا ده احنا كل حاجه بتتحسب علينا. فحاولت ان انا اتكلم معاه بس طبعا قصه ان انت بتبقى في نادي كبير واملك ان انت تلعب وبتيجي وتلاقي واحد كمان سبورت ليك ان انت بتلعب وما فيش مشكله ما تقلقش وانا في ظهرك لغايه بقى ما حصل مشكله بتاعت ماتش المقاولين اللي حصل فيها المشكله والتغييرات اللي حصلت والقصه. فطبعا حصلت مشكله كبيره بيني وبينه طب خلينا نروح لفاصل ونرجع الكلام نكمل كلامنا من ماتش المقاولين. فاصل سريع ونرجع لكابتن احمد رضوان مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. مش عارف اسميها بدلك او يعني سوء حظ ولا في وقت من الاوقات ممكن تتفهم بانها ظلم وعدم تقدير لكن في كل الاحوال القصة محتاجين نقف عندها شوية خصوصا انه صعب على اي حد انه يحس انه بيحاسب على فاتورة مش هو المسؤول عنها. خليني ارحب مرة تانية بكابتن احمد رضوان ضيفنا النهاردة في السادسة. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك. وقفنا عند ماتش المقاولين وانا عارف ان ماتش المقاولين ده بالنسبة لك يكاد يكون حجر زاوية يكاد يكون منعطف حول الاتجاه او حول الخطط والاحلام بشكل كبير مظبوط؟ كان انت شايفها الاول سوء حظ لا انا باخد الحمد لله انا باخد الايجابي على طول الحمد لله فانا الايجابي ان انت دخلت النادي كان حلم ليك وحلم يعني لما تيجي تبص دلوقتي على 400 لعيب مثلا في الدوري الممتاز لو جيت تسالهم هتلاقيهم كلهم اصلا امنياتهم كده ان هم يروحوا نادي الاهلي حتى في النادي الكبير الثاني اللي هو المنافس بتاعك. فده الايجابي اللي انا باخده. هي الفكره الثانيه ان السيناريو الواحد كان حاطط سيناريو ثاني موضوع ثاني مختلف خالص. كان الواحد حاسس بنفسه الحمد لله كان عامل اربع خمس سنين كويسين في القناه الناس كانوا يتفرجوا عليك على طول. فالسيناريو الثاني اللي كان محطوط الحمد لله ما حصلش ولكن طبعا الحمد لله كله خير يعني. الماتش المقاولين هو كان السيناريو ان احنا ماتش المقاولين ده اللي مستر جوزيه عمل فيه تغييرين هو انا عشان الناس تبقى فاهمه بس انا كان عندي حاجتين عندي التهاب في وتر اكيلس وعندي شوكه عظميه. والحاجتين دول بيجوا بسبب الالتهاب. الالتهاب ده بيجي بسبب ان انت بتخش على ماتشات وما بتكونش اخد فتره اعداد كويسه لان انا جيت انا اتمرنتش مع الفرقه على فكره. انا لعبت ماتش الترسانه واول مره اشوف الناس في المعسكر بالليل. فده طبعا ده حاجات ما بتحصلش يعني. الراجل انا عارف ان هو كان مقتنع يعني هو الفكره ان هو حابب احمد ومقتنع ومش هو بس حتى
كابتن خطيب ذات نفسه كان انا ما انساش حوالي 3-4 مرات يكلمني بعد كل ماتش، احمد احنا عارفينك، احنا اتفرجنا عليك، احنا على فكره ما اتفرجناش عليك سنه ولا ماتش، احنا اتفرجنا، احنا بقى لنا 3 سنين بنتفرج عليك، فاحنا مقتنعين جدا بيك، ما تقلقش وما فيش مشكله واحنا في ظهرك، يعني كابتن خطيب ذات نفسه يعني. لكن هي طبعا الموضوع ان كان في اصابه، والاصابه دي كانت المفروض انت من اول ما جيت للاهلي، يعني من اول ماتش ليك وانت بتلعب اساسي وقعدت اساسي طول الوقت. انا لعبت 19 ماتش متتالي يعني. ايوه طبعا الثلاث اربع الاولانيين بتلعب بمخزون بدني قديم عندك شويه، احنا عندنا حاجه اسمها مخزون بدني كده لما بتبقى بس بيحصل لك بقى مشاكل، بيحصل لك لما تيجي تلعب، لان احنا بنلعب كنا اربع وحد بطوله عربيه ودوري، بطوله عربيه ودوري، وبعدين خرجنا لما لعبنا ماتش كان بتهيألي الهلال السعودي كان اخر ماتش تعادلنا، وبعدين كابتن حسن ساعتها اخذ قرار ان احنا ما نكملش ودخلنا كملنا في الدوري وبعدين في الكاس. فطبعا كان متتالي القصه، وطبعا الماتش ده كان اللي قبليه كان الانبي وانا خرجت بين الشوطين، هو اللي حصل، خدت حقنه. قصدك على انه اللي حصل في ماتش انبي؟ في ماتش قبل النهائي، وكان بينه وبينه 23 يوم ما اتمرنتش خالص 23 يوم. بس اللي حصل في انبي ان انا بين الشوطين طلبت من هاب علي ان انا اطلع وطلعت. طبيب الفريق نفس القصة حصلت مني، ان مش قادر الحقنة بتاعت الكورتيزون دي بتفك يعني بعد خلاص. على حظك بقى انه بعدها كانت هو دخل صدق. هو اول ما دخل قال يعني فيليكس وعادل اوت، فدخل فانا بسرعة رحت رايح للدكتور ايهاب قلت له على فكرة انا مش قادر، مش هقدر اكمل عشان ما تعملوش ثلاث تغييرات، فالحق روح له. طبعا راح له رجع لا ياخد حقنة تاني، فانا بقى لا اخد حقنة تاني ايه؟ الموضوع بتاعي يعني خلاص كده الدنيا. وكابتن ثابت بصراحه كان ليه موقف الله يرحمه يعني بصراحه الله يرحمه كان كان ليه موقف معايا في اليوم ده اشهد له بصراحه يعني، وقف وقال خلاص يعني الراجل رجلي باظت بسببنا يعني، فلا ستوب هنا خلاص كده مش هيقدر يكمل. فطبعا بعد كده بقى اتقال لي كنت خدت الحقنه وبتاع الحمد لله. بس انت سعيد بالتجربه في ككل طبعا, طبعاً. ايجابيا ان انت دخلت نادي اكبر نادي في افريقيا. انا برضو في القناه مهما تعمل ومهما احنا خدنا اللي هي الكونفدراليه اللي هي اسمها دلوقتي اللي بنلعب افريقيا كاس احنا خدناها في 99 في القناه ولا حد سمع عننا ولا الحمد لله لعبنا 3 4 سنين حاجه محترمه جدا، كنا بنكسب اهلي وكنا بنكسب زمالك. فرقه القناه كانت تقيله زمان، في سنه في الزمالك كسب، في سنه في 2000 بتاعت كابتن انور سلامه دي احنا كاسبين الزمالك 3 مرات مرتين كاس ومرتين ومره دوري. ف بس في الاخر كان احمد رضوان ما حدش يعرفه، لكن لما دخلت القناه الاهلي طبعا لا الموضوع بقى مختلف يعني. لا بيفتح لك بوابات كتير كمان طبعا الحمد طبعا لله. اتكلم معاك عن مشوار الاهلي السنه دي واحنا خارجين من سيزن على قد ما كان يعني مفرح للاهلاويه لكن كان متعب جدا طبعًا. وكان طويل جدا على الفرقه طبعًا. متوقع ان السيزن اللي فات ده يكون ليه تاثير على السيزن ده، وسلبي ولا ايجابي من وجهه نظر؟ لا انا شايف ان الموضوع رايح في حته ايجابيه كويس. في يعني في كمان كان عندنا مشاكل في الحته اللي فوق بالذات طبعا محمد شريف طبعا واحمد ياسر وصلاح يعني هيحسنوا وطاهر قصه شويه وطاهر طبعا الحته اللي فوق دي، وهيقللوا الضغط شويه على مروان برده لان لازم ندعم مروان شويه او ندعمه كتير كمان، لان الراجل كان هو الوحيد اللي في الحته دي. فهي دي قصه ان انت بتبقى موجود وبتبقى زي ما انا قلت قبل كده ان المفروض يبقى في رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، مش موفق رقم واحد خصوصا في الحته اللي فوق دي بيبعد شويه عشان يجي رقم اثنين يشتغل عشان رقم ثلاثة يشتغل. فطبعا عدم وجود رقم اثنين ورقم ثلاثة فكان مروان هو اللي على طول موجود، فان شاء الله يساعدوه كويس. مبشرين كلهم ما شاء الله عليهم بصراحه يعني. الاهلي من وجهه نظرك دعم صفوفه بشكل كويس؟ طبعا صفقات كانت كافيه طبعا. بنون في الحته اللي تحت هيبدأك الكوره سهله. ايمن اشرف لازم نديله حقه بصراحه الفتره اللي فاتت هايل. فالحته اللي تحت دي يمكن كان عندك شويه مش عايز اقصى على حد يعني، ولكن كان عندنا مشكله في الخروج من تحت خصوصا مثلا في ماتش زي الزمالك لكن ماتش الفاينل اظن ان بنون هيحلها، عنده ثقه بيبدا من تحت مع عنده شخصيه الاهلي زي ما حضرتك قلت ان هو حتى قال لك انا كل البطولات هخش المفروض اخدها، فهو دي شخصيا جاي من نادي كبير اخد افريقيا قبل كده، فالموضوع بالنسبه له برضو الطموح عالي عنده يعني فريحنا في الحته دي. والولاد التانيين ريحونا في الحته اللي فوق شويه، انا الحته بتاعت الطرف اليمين بتاعت حسين شويه كنا محتاجين حد برضو في ظهره
هي دي القصه محتاج حد، محتاجين حد مع هاني، محتاج حد. لا انا شايف بيكهام برضو ممكن يؤدي الحته دي كويس، لكن في الحته اللي فوق، الحته اللي فوق الحته اللي فوق اللي عند حسين يعني يعني كنا محتاجين حاجه شبه زيزو كده، لعيب بامكانيات بيتطور، عنده سرعات، عندك مشكله في الحته اللي فوق خصوصا الحته دلوقتي ناحيه اليمين، لكن اظن الباقي كله تمام يعني. وورا الباك اليمين شايف انه محمد هاني لعيب هايل. طبعا طبعا لا 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 ده حاجه محترمه وحاجه مبشره، وده اللي جاي لمنتخب مصر اللي جاي يعني. ده وما زال لما هاني بيغيب بيبقى عندنا مشكله، عندنا مشكله طبعا. وعلى فكره كبيرة. لو تفتكر من فتره كده كنا دايما بنتكلم انه مركز مثلا راس الحربه في المنتخب، انا بتكلم مصر مش بتكلم اهلي بس، مروان كان فيها، كان مروان لو مروان مش فت قوي او مش فورم قوي كان دايما بيبقاش فيه طبعا. عندنا اختيارات كبيره يعني، نفس الحكايه بتهالي في الباك اليمين يعني، مع انه المكان ده طول عمره في مصر جاب اسماء يعني عالميه، لكن تحس انه النهارده لا في ندره في المركز ده. بس انا شايف والله ان محمد هاني ما شاء الله يعني عامل كام سيزون محترمين كتوتال يعني كده، خصوصا سنه صغير. انت بتتكلم مين ورا محمد هاني في المركز ده على مستوى مصر من وجهه نظرك؟ يعني لو هاني نمره واحد منتخب، بكار كويس، رجب بكار، رجب بكار باك رايت هايل، اسمه بتاع الزمالك الصغير احمد عيد، احمد تقريباً. عيد من اللعيبه الهايله. في انبي برضو، في علي يعني، في شايف ان المركز ما فيهوش مشكله؟ لا ما فيهوش مشكله. هي القصه ان انت تدي يعني، اولا تلعب الاجندات بتاعتك تبقى تشتغل عليها، وتدي الناس الثانيه يعني، خصوصا في الماتشات الاجندات دي البعيده اللي هي الودي، شوف الناس. لكن هي المشكله كلها ان احنا بنفضل مصممين على ناس وما بنشوفش ناس تانية. في ناس في من 3 4 سنين، احمد جمعه ده كان في المصري كان مكسر الدنيا حقيقي. كان غيره برضو، في حد تاني كان فيرود ما كانوش بياخده. هو في لعيب ممكن يبقى بيكسر الدنيا وهو بيلعب مع فرقه في وسط يعني مش عايز اقول فرقه تقيله او ملهاش، لا في فرقه ساعات بيبقى عندها جماهيريه وشعبيه، بس اقصد اقول فرقه ما تعودتش انها تاخد بطولات طول الوقت، تحس ان في لعيبه بتظهر فيها بتبقى نجوم كبيره جدا وممكن يروح منتخب مصر، لكن نفس اللعيب ده لما تاخده تحطه في فرقه زي الاهلي او يعني فرقه بتلعب على البطولات طول الوقت، تحس انه مش يعني نجوميته قلت. ده اللي بقول لحضرتك عليه، ان ده النوعيات دي محتاجه عامل نفسي شويه يعني، محتاج الراجل اللي موجود ده يعامله نفسيا شويه، يفهم ان الراجل جاي زي ما بنقول كده من الضر للنار، فلازم يديله واحده واحده ويختار التوقيت. واحنا بندردش مع بعض في الفاصل وكنا بنتكلم على مستر جوزيه والفتره اللي، وطبعا يعني بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاداره جوزيه يعتبر افضل طبعًا. مدرب تولى بالنسبه لمصر كلها محدش. انت قلت لي ان واحده من اهم، انت اكيد عندك تركيبه نجاح الراجل ده يعني، انت اشتغلت معاه سنه ونص، واضح ان كان مقتنع بقدراتك وكده، شايف ايه اسباب نجاح مستر جوزيه؟ ما انا بص، اول حاجه جوزيه جريء جدا، فهمنا، هو فهمنا، فهم المصريين، فهم ازاي ينجح هنا. ما هو النجاح، هو على فكره راح السعوديه ما نجحش، ليه؟ ما قدرش هناك يعمل اللي عمله هنا. جوزيه هنا جريء جدا، وكان بيعمل كل حاجه هو عايزها، فقدر يسيطر على وده من النجاح. لما ببقى انا موجود وصاحب الراي الاول والاخير في الفرقه بنجح. موسيماني عنده القدره على انه يكرر تجربه جوزيه؟ طبعا موسيماني كان، وفايلر كان عنده، بس هي القصه كلها قيسوا الناس دي بالطايم بتاع جوزيه. جوزيه قعد 3 ولايات، 5 وكان في قبلها بسنه، وكان بعديها بتالي جه سنتين. فالمده كان طويله يعني، يمكن عدى 9 سنين ولا 10 سنين. الراجل كويس ودخل بدري، بس لازم نشيد بقى بكابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه، لازم نشيد بكابتن سامي قمصان، لان الناس دي هي اللي دخلت الراجل بدري. كانت ممكن تاخره في الشغل، لكن الناس بمعنى دي بمعنى ايه تاخروا في الشغل؟ بمعنى ما تقربوش من الفرقه بسرعه. واضح ان الراجل جه لقى الفرقه معروفه، لقى الدنيا مستسلمه، ورق مفهوم، الفرقه فين، مين اللي بيلعب مين اللي بيلعبش. انا ممكن اجي على فرقه واتعب عبال ما اوصل للتشكيل. ايوه. لكن لما اجي والاقي الدنيا جاهزه والاقي حاجتي جاهزه، فبخش في الدوري بسرعه، وده اللي حصل من موسيماني بصراحه يعني. جوزيه نفسيا كان ناجح مع نجوم النادي الاهلي؟
لان في الفتره دي نجوم مصر كلها موجوده. منتخب مصر صحيح، فلازم كان بيتعامل، كان بيتصادم مع ناس في كان لا هو فظيع، عمل حاجات بدون ذكر اسامي مع ناس كبيره في محاضرات. لا صعب جدا، صعب جدا يعني، هو فظيع، هو شخصيه قويه جدا جدا جدا، والكل كان بيخاف منه، والناس واللعيبه كانت بتتقبل ده منه. لان هو برده كان عنده حب ولا بخوف؟ لا هو كان عنده حته برده، هو ذكي مع جرأته، هو قادر يوصل لك ان هو بيعمل الكلام ده لمصلحتك ومصلحه التيم. يعني بيجي عليك بيقصوا عليك شويه بس عشان ياخد اقصى حاجه عندك، مش حبا في القسوه يعني. لا 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 مش زي ما بيقول السادية يعني. هو مش في كل المواقف كان قاسي لدرجه ان انت يعني تقول لا انا مش هتعامل مع البني ادم ده. بيبان كتير عليه، وكان ليه بقى حاجات بصراحه كويسه كتير يعني. انت اشتغلت إنسانية يعني. اشتغلت تدريب يا كابتن احمد؟ انا من 2010 انا مدرب الحمد لله. استفدت يعني من جوزيه كمدرب وانت بتلعب طبعا. مش وانت بتلعب بقى، انا في شغل، انا في شغل بعمله منه. بس الفكره احنا في فرق بين الكوتش وبين المدرب. المدرب ده انا ممكن اعمل اسبوع تدريب عالمي، اجيب كل الشغل بتاعه او الشغل بتاع اي حاجه بتاع النت. أيوة. بس اجي في الماتش مش شايف، مش فاهم مشاكل فين، مش عارف تقرا، مش عارف، مش فاهم مش فاهم الناس التانية بتخرج ازاي، بتوصل لي ازاي. فلازم انا ابقى كوتش قبل طبعا. بره الناس جوارديولا ده معاه 19 واحد بيعملوا ايه، كل هو قصته 90 دقيقه وايه مشاكلي والاسبوع والاسبوع او الكام يوم اللي بعد الماتش هنحل المشاكل دي ازاي ونشتغل عليها ازاي. كرة موسيماني مع الاهلي اختلفت او يعني شفت في فرق في عن مين؟ عن فايلر يعني، بما انه طبعا فايلر في نهايه فايلر يعني ولكن انا شايف برضو فايلر كان بدايته كانت افضل شويه من موسيماني. هي الفكره كلها ان بص، هي فلسفه، الراجل واضح جاي جدا، واضح ان هو جاي يلعب من تحت، بيبدا بلحظه الاستحواذ كويس وليه حلول. احنا شفنا كورته يعني، كورته مش غريبه، احنا شفنا كورته مع سان داونز اكتر من مناسبه لا لا، والناس اللي فوق كان يعني، ومفترض انه الاهلي بامكانياته امكانيات لعيبته اعلى كمان من سان داونز يعني. يريح المدير الفني وهو جاي يطبق فكر معين او ينفذ، لا وامكانيات نادي كمان غير مختلفه خالص اكيد عن اللي هناك يعني في كل حاجه يعني. فلا ينجح يعني الراجل برضو عنده، اصل هي مش مقارنه يعني، الموضوع مش لا مقارنه، لا مش مقارن بين، لا بس انا يعني شوف رايتك انت شخصيا، لكن لا راجل كويس، راجل هايل يعني. انا في ماتش الزمالك مثلا خدت عليه كام حاجه كده ما عجبتنيش، في شغلنا باينه يعني. انا بيبقى مثلا في لحظه الضغط دي لازم بنضغط مع بعض، ما ينفعش ان مروان يضغط 3-4 مرات مثلا وما اقومش اقول له لا اللي انت عملته ده غلط، لان مفيش حاجه اسمها ان انا اضغط لوحدي واقعد اجري لوحدي. والفرق بيني وبين الثلاثه اللي ورايا مثلا 30-40 يارده، فده ده ده فك ده فك لي القصه بالنسبه لي، فك لي التيم يعني. فدي بس اللي انا خدتها عليه، لكن هو الراجل بيبدا من تحت، الراجل مدي واضح جدا ان هو كمان بيتعامل نفسيا كويس جدا مع الناس، فموصل الناس ان هي تقدر تشتغل باريحيه، مفيش ضغوط على اللعيب. اذا كان الاهلي يعمل صفقه واحده قبل ما يلعب في كاس عالم الانديه، تحب مين يكون الصفقه دي؟ زيزو بدون كلام. بص هو اللعيب هايل لوجهه نظرك طبعا، وهو احنا عندنا الحته دي عندنا فيها مشكله، ما عندناش سرعات. ولو من بره مصر حاجه شبهه يعني، حد شبهه بالستايل ده بالسرعات دي، لان انت خلي بالك لما بتلعب بالثلاثه اللي تحت الفيرود لازم الطرفين عندك سرعه. انت دلوقتي كهربا هيحل لك القصه دي، طب الحته الثانيه هيبقى فيها مشكله شويه. ماتش سوني ديب صعب من وجهه نظرك في غياب ثلاث لعيبه يعني تقال حقيقه يعني، قفشه، ربيعه، سليه طبعا، ومعاهم كمان كده كده يعني دول بسبب كورونا، لكن عندنا كمان وليد واجاييه مش مسافرين اساسا مع الفرقه لانه في اصابات، وعندنا مستر موسيماني شخصيا مش رايح لانه برده في اصابه كورونا، وناصر ماهر عنده خلع في الكتف. فاحنا بنتكلم على فرقه تانية وكلهم الحقيقه لعيبه مفنشين سيزون يعني. واحنا مش عايزين نخض الناس، ولكن طبعا عدم وجود المدير الفني دي بتبقى مشكله كبيره، ولكن انا بقول بالناشد الناس طبعا هم قايمين بالدور هايل، كابتن سيد وسامي والناس المجموعه اللي موجوده، فان شاء الله هيقوموا بالدور دوت ويقللوا
ان الراجل عدم وجوده ما ياثرش كتير. التاثير الكبير على رقم 10 قفشه بصراحه في الفتره اللي فاتت قايم بدور هايل في الحته دي. حسسنا شويه ان رقم 10 ما عندناش مشكله فيه. يعني السوليه طبعا لعيب كبير وماشي بمستوى هايل، ولكن مكانه في ناس يعني حمدي واكرم وديانج طبعاً. رجوعه طبعا تقل النادي طبعا تقل الفرقه جوه طبعا. لسه ما ظهرش الماتش اللي فات، كان لسه مش جاهز واضح. ايوه ده طبيعي عشان الناس ما تستعجلش. لا لا لا، ولكن هو وصل قبل الاصابه كان حاجه محترمه جدا جدا يعني طبعا جدا يعني. وفرق مع الاهلي في ماتش الزمالك كتير. احنا ماتش الزمالك كله بيحلق، هو الوحيد اللي هو موجود. لا هو اللي روحي بيستخلص الكوره بحاجه محترمه. صحيح. فهي المشكله شويه ممكن تبقى في حته 10 قفشه صالح. الجيل ده يعني احنا فزنا بالتسعه، شايف الجيل ده ممكن يكون عنده قدره على انه يسيطر سنين جايه يعني انت ولا برضو تبعد عننا وجيلنا وتبعد عننا؟ لا ان شاء الله مش هتبعد، لان انت خلي بالك عملت تدعيمات محترمه في الاماكن اللي انت محتاجها. يعني انت كان عندك مشكله في الحته بتاعه السرد باك الثاني، ويعني تدعيم هايل من مجلس الاداره بصراحه في موضوع بنون ده. كهربا وياسر والناس اللي جت فوق هيحل لنا كتير يعني. لا دي تدعيمات، دي تدعيمات كبيره يعني. فاظن ان شاء الله ان احنا العشره سهله ان شاء الله. مفيش حاجه سهله طبعا. ولكن من ماتش لماتش الدنيا ممكن تروح في حته كويسه. الدوري السنه دي يعني السنه اللي فاتت الاهلي قدر يحسم المنافسه من بدري قوي وبفارق كبير جدا، والسنه دي وتقريبا سيطر على السنه دي بقى فيها كلام كتير يعني. ناس كتير بتقول نسخه الدوري 2020 2021 مختلفه تماما، وهيبقى فيها منافسه اكتر، وهيبقى فيها ماتشات صعبه اكتر، وهيبقى فيها غل كرة اكتر. من الثاني للخامس. لكن الاول شايف الاهلي يغرد منفرد. موضوع منتهي. لا الفرقه ما شاء الله احسن فرقه ونفس طويل. انت مش قصه ان انت بتلعب ماتشين وخلاص، انت ما شاء الله يعني بتاخد كل ماتش بماتشه، بتاخد الثلاثه بونت، وكمان بتجيب اهداف كويسه، ثلاث اهداف في كل ماتش. فلا انت رايح في حته كويسه ان شاء الله. الدوري يعني ان شاء الله باذن الله يعني للاهلي. هي المشكله طبعا هتبقى بقى في الحتت اللي تحت، لان طبعا البنك كسب النهارده. سيراميكا داخل بقوه، عملوا احنا اقوى سنه اتعملت فيها صفقات السنه دي. ما هو عشان كده عدوا ال 150 صفقه او ال 200 صفقه. بنتكلم في نادي واحد ممكن يكون عمل اكتر من 20 صفقه. البنك 25، سيراميكا 25. فدي 50 لعيب بس جم في فرقتين. واظن برضو 25 اسوان. فانت بتتكلم في 75 لعيب في ثلاث فرق بس. فتدعيمات للفرق اللي طلعت هتعمل طبعا مشاكل. احنا شايفين الانتاج كمان بيخسر الماتش التالت، خسران ثلاثة النهاردة من طبعا من فطبعا عنده بونت واحد. مبروك لكابتن محمد يوسف طبعا. طبعا مبروك لكابتن يوسف، ثلاثة بونت مهمين جدا عاملين طبعا. برضو سيراميكا برضو بصراحة عندها فرق كويسة. أسوان طبعا يعني أسوان علامة كاملة زي الأهلي. أسوان ستة بونت. لكن هم دول اللي عاملين، هم دول اللي حسوا ان الدوري هيتغير الشكل، لكن مش هيتغير فوق يعني. هيتغير في الحته من الثاني للخامس. لكن شايف انه المنافسه محسومه برضو للاهلي. لا. طب خليني اكلمك اكتر عن حاجه كنا بنعاني منها برضو السنه اللي فاتت، فكره الغيابات، وانه صفوفك دايما ما كانتش كامله. لو عدلت اوراقك في الهجوم تلاقي عندك مشاكل في الدفاع تحت. والعكس الصحيح وهكذا. تقريبا دي حاجه فضلت مكمله معانا لغايه نهايه الموسم، وفي اوقات كتيره جدا كان في لعيبه كتير بتلعب في غير مراكزها. اكيد السنه دي العكس الصحيح، السنه دي انت عندك وفره تقريبا في كل خطوط، ومطمن حتى في حاله غياب كارت او اتنين ان عندك كروت كتيره جدا بالزبط. تقدر تملى المكان. ده يعمل ايه بين اللعيبه وبين بعضهم يا كابتن احمد؟ يعني فكره انه يبقى في صراع على انك انت تحجز رقم واحد في 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 مركزك، ده جوه النادي الاهلي وانت كنت في فرقه طبعا لعبت مع فرقه يعني احنا كنا في 12 بيطلعوا 12 اسامي اصلا مرعبه يعني. كله في صالح النادي في الوقت ده، يبقى كله في صالح النادي. هي الفكره كلها ان هو صراع زي ما قلت لحضرتك بين رقم واحد ورقم اثنين. ولو في رقم ثلاثه. لكن القصه في النادي لا تمام، انت عندك الاثنين بيلعبوا، وياسر موجود في الحته اللي تحت. محمد هاني بيلعب، بيكهام موجود. ناحيه الشمال في الاثنين هايلين ويلعبوا، ما فيش مشكله. ديفندرات عندنا لو بتلعب باثنين ديفندرات، لا عندك اربعه هايلين يلعبوا. الحته اللي فوق كويسه. هي بس القصه طبعا زي ما قلنا على رقم 10 ده. كان يعني لازم حد بعد قفشه برضه.
يعني الحته بتاعت الطرف اليمين ورقم 10 ده وناصر ربنا يشفيه. ربنا يشفيه طبعًا. المشكله ان الاماكن دي بيبقى اصاباتها كتير شويه لان بيبقى فيه التحامات كتير معاها، فممكن هي الاماكن دي اللي بتعمل واحد واثنين وثلاثة كمان. يمكن الاماكن اللي تحت ممكن تجيب واحد سيرد باك تلعبه باك رايت، ممكن باك رايت تلعبه سيرد باك، مفيش مشكله زي محمد هاني ما اصلا أي. لكن هي الحته بتاعت 10 دي لازم بتعمل واحد واثنين وثلاثة. فاظن ان احنا كنا محتاجين حد برضو في ظهر الاثنين اللي متعورين دلوقتي. توقعاتك ايه لكاس العالم للانديه؟ والله طبعا يعني النوادي نفسك في ايه؟ يعني انت نفسك في ايه؟ يعني نفسي نلعب نهائي يعني طبعا ده تبقى يعني تبقى حاجه محترمه وحاجه اظن في ما اعرفش مين اللي وصل لها قبل كده في افريقيا او في العرب. مش عارف حد وصل لها. كان في العين وصل نهائي العين مع حسين لما لعب. فيا رب نلعب نهائي طبعا، هتبقى يعني حاجه محترمه جدا يعني ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا كابتن احمد. شرف لي. شكرا جزيلا على وقتك في بيتنا ان شاء الله باذن الله. يعني نتقابل ويكون في اجواء احتفاليه ان شاء الله يكرر شاء الله. فيها الاهلي يفوزوا ببطوله جديده. بشكر حضرتك على وجودك معنا مره ثانيه، وبشكر حضراتكم على المتابعه، ونقابل حضراتكم بقى بكره. هتكون حلقه هنركز فيها على اللمسات الاخيره، التاتشات الاخيره قبل بدايه مشوار او انطلاق مشوار نادي الاهلي في النسخه الجديده من دوري ابطال افريقيا. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله. تحياتي لكم.